والأمنية يبقى الوطن والله محروس. عايد أبو أم الحنون وأبو الصويت أبونا قابوس. عيدك مبارك أبوي وانت طيب كل سنة، وعسى أمي بكل خير وبسعادة وبهنا. عيدك مبارك أبوي وانت طيب كل سنة، وعسى أمي بكل خير وبسعادة وبهنا. وكل سنة وقابوس أبونا الدرع يحمى السلطنة. وكل سنة وقابوس أبونا الدرع يحمى يغلى وطن. آمن سعيد وخيرك يزود، أنا وأخوي وأهلي فداك، عهد إليك نبقى جنود. كل سنة أنا وأخوي ذراع قابوس اليمين، والسلام بكل بيت والبلد يبقى. إلنا السلام والحب يدوم في كل بيت، نبقى بسرور والفرحة زور. يا وطن بيك اكتفيت. العيد جاء والأمنية يبقى الوطن بالله محروس. عايد أبو أم الحنون وأبو الصورة أبونا قابوس. السيدة بسمة، شكرا على رعايتك هذه الاحتفالية، وزين وتعطينا انطباعك ورأيك عن هذه الاحتفالية الجميلة النوفمبرية. طبعا اليوم يوم نوفمبري جميل، وهو أول أيام الأعياد. أنا دائما أحس أنه شهر نوفمبر كله أعياد، وصراحة لي فخر كبير إني تكون متواجدة هنا اليوم، وكثير كثير سعدت بالمعرض وسعدت بالقصص القديمة. أحلى شيء القصص القديمة، فالحمد لله حلو ولطيف وخفيف الحمد لله. رأيك بهذه الاحتفاليات أو الليالي النوفمبرية، ماذا تضيفه على مثل هذه الأجواء الجميلة الوطنية؟ أظن هي تضيف ميزة أكثر من اللي موجود أصلاً. نحن نتذكر مدى الفرحة اللي مفروض إحنا نحسها الحمد لله للسلام والأمان، ويذكرنا بالخير اللي إحنا عايشين فيه. فالحمد لله، وإن شاء الله دائماً نكون بهذا الخير والأمان يا رب. كلمة أخيرة للوطن وللسلطان وللجمع الغفير اللي حاضر اليوم. أتمنى إن شاء الله نعيش في أمان، و الله يحفظ صاحب الجلالة، ما قصر فينا فهو وعد وأوفى، والحمد لله رب العالمين. الرسام الأنيق والمتميز دائما والمبدع هشام الرزيقي، نقول لك مساء الخير وشكرا على هذه الرسمة الجميلة. وماذا تعبر لك هذه الرسمة في هذه الليلة النوفمبرية؟ السلام عليكم أول شيء أخي عدنان، شكرا على الاستضافة الطيبة. الرسمة ولا شك يعني نحن في 1 نوفمبر، يعني نوفمبر عيد الوطن كامل، فهذه صورة يمكن جزء من تعبير فنان للقائد المفدى حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس. أقيموا الشباب اليوم حفلة للعيد الوطني، وحبينا يعني نترك بصمة للعيد الوطني. مثل ما تشوف هذه اللوحة كانت بشكل سريع شوية. لو تخبرنا عن اللوحة وشو استخدمت فيها وشو يسمى هذا الرسم بالضبط؟ والله هذا الرسم ممكن رسم حديث، يعني تداخل ألوان، ممكن تسميه بوب آرت يسموه، بس انا حبيت انوع شويه. هو بدل لا استخدم لون واحد، دخلت فيه عده الوان الظل والاضاءه على اساس ان نستغل الوقت
لأن تعرف أنت اللوحة ممكن تأخذ أيام، ممكن تأخذ أشهر، ولكن كالحفلات والمناسبات مثل هذه يعني هي لهدف تعبير. الهدف تعبير، ما الهدف أن هذه لوحة كاملة أو لوحة ناقصة. الهدف أنا عبرت فيها عن مدى الفنان اللي موجود فيني في هذه اللوحة. جميل جميل، رسمة مميزة. هشام، كلمة أخيرة حاب تخبرنا عنها، رأيك عن هذه الاحتفالية، وكلمة كلمة حب وشكر للقائد المفدى. أنا أول شيء أشكر فريق صدى الإبداع أو الأصالة بمعنى صح، إنهم أعطوني فرصة في إني أشارك معهم. وحقيقة مثل هذه المناسبات هي جزء بسيط للقائد المفدى حضر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. مهما سوينا مهما عملنا يمكن هذا يظل شيء بسيط من الشعب إلى القائد. طبعا الشاعر الأنيق والمتميز دائما الشاعر يعرب عبد الحميد، غني عن التعريف، شاعر الأغنية وشاعر الكلمة. طبعا هو صاحب أوبريت حلوة عمان، وكلمة في هذه المناسبة النوفمبرية الجميلة. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ويشرفنا اللقاء معاكم يعني، والحمد لله يعني عمان حلوة، عمان دايما برجالها وبشعبها وبناسها، وأبارك لكم بهذه السنة إن شاء الله، ومولانا صاحب الجلالة في صحة وعافية دايما إن شاء الله. وهذا يعني خليل في حق عمان، يعني إذا كتبنا الكلمة والحرف ولو خطينا البحر حروف وأسماء ما نقدر نوفي صاحب الجلالة أو سلطنة عمان حقها فيه. شاعر دائما ما يرى مثل هذه المناسبات بوابة للتعبير عن أحاسيسه أو مشاعر تجاه الوطن بشكل قد يذهل الجميع يعني، فزين شاعرنا تعطينا كذا من جديدك للوطن وللقائد المفدى. والله دائما يعني الوطن مهما وصفنا وقلنا فيه، ولكن الحمد لله نقدر نعبر عن الكلمة أقل شيء. فأقول يا عيون الشعب والقلب الحنون، ودمت يا قابوس الرمز الأمين، اليوم فرحة عيد عمت في البلاد، وانهالت البشرى على كل العباد، بك سيدي قابوس حققت المراد، رب السماء يحفظك طول السنين، أنت صنعت المجد يا فخر العرب، حبك تمكن دوم بقلوب الشعب، كم شاعر في وصفك تغنى وكتب، وبنيت دولتنا على أساس متين. الأخ جاسم زجالي رئيس فريق نبع الأصالة العمانية، شكرا جزيلا لكم على هذه الليلة النوفمبرية الجميلة، وزين تخبرنا عن استعدادكم لهذه الليلة وكيف استعد الفريق لهذه الليلة المميزة. أول شيء نشكركم تواجدكم أنتم، لولا تعاونكم وتواجدكم بتغطيات مثل هذه الوطنية كلحمة موحدة احنا نمثل في احتفالات عيد الوطني. الله يطول في عمر صاحب الجلال سلطان قابوس معظم حفظه الله. استعدادنا كان قبل شهر، واستعدينا هذه الفعالية كل الاستعدادات، ومزجنا بين الماضي وبين الحاضر، وعملنا معرض تراثي وعملنا فقرات شعر. ونشكر جناب السيدة بسمة آل سعيد الرئيس الفخري للفريق، هي اللي اجتهدت، هي اللي تابعت معنا الموضوع أول بأول، والحمد لله يعني مثل ما شفتوا أنتوا. أستاذ ياسم، رأيك عن هذه الفعالية كيف تثري أو تضيف جو وطني نوفمبر يتفاعل مع الشعب العماني مع بداية نفحات نوفمبر المجيد؟ احنا كان هدفنا انه نسويه تاريخ 1 نوفمبر بسبب شهر نوفمبري، بسبب احتفالات السلطنة بعيد الوطني. احنا اول ناس، اول فريق نبع الأصالة العمانية يحتفل بعيد الوطني، فقررنا نكون مميزين. كلمة أخيرة حاب توجهها من على منصة وشاشة قناة سند الفضائية، سواء للقائد المفدى أو للشعب العماني أو لكل من حضر هذه الفعالية. أول شيء الله يحفظ صاحب الجلال سلطان قابوس حفظه الله ورعاه ويطول بعمره. ثانيا نشكر جناب السيدة بسمة آل سعيد، هي اللي دعمتنا وواقفة معانا، ونشكر جميع الطاقم الأعضاء اللي يشتغلوا مع فريق نبع الأصالة العمانية، وكذلك ما ننسى نشكركم أنتو بدعمكم بتواجدكم بتغطيات الوطنية، لولا دعمكم الإعلامي لما ظهرنا بهذه الصورة. نشكركم شكر موصول لكم، وانتو داعمين دائما لنا، وشكر موصول لكم وشكر موصول لقناة السند الفضائية. شكرا لك. واهلي فداء عهد الإله نبقى جنود كل سنة أنا وأخوي.